مع كل شروق شمس تبتدي الطوابير 7:30 الصبح وتقف على باب مستشفى شفا الأرمان. مع صبح كل يوم بيتردد على المستشفى 550 مريض أطفال وكبار، منهم 50 مريض جديد. يعني كل يوم بنخدم 550 أسرة من أهلنا في الصعيد وبترحموهم من السفر للقاهرة. مع كل صبح جديد بنعمل 150 جلسة إشعاعي، مع كل نهار جديد بنعمل 34 رنين مغناطيسي، مع كل نور شمس جديدة في مستشفى شفا الأرمان بنعمل أكتر من 1000 تحليل. كل ده وطوابير من مرضى سرطان الصعيد أطفال وكبار لسه واقفة كتير في قائمة الانتظار. يلا شدوا حيلكم علشان الطوابير الطويلة دي. كل ده إن شاء الله هنقدر عليه بتبرعاتكم ومساهمتكم. اتبرع لمستشفى شفا الأرمان وخد ثواب علاج مرضى سرطان الصعيد أطفال وكبار. للتبرع كاش أو فيزا اتصل ب 19 4 55 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.